استعداد الليروة وفهم كلام القدام. أمنا وبرتال أمنا وبرتال سا وحديت وحديت واوا وش لا كلام سا وحديت وحديت واوا وش لا كلام. حكمة ومثال حكمة ومثال ما محفوظة في الواح ما مسمى بكلام ما محفوظة في الواح ما سممها زمام. وانا حسيت بهم ملي تفرقوا كل واحد من ينداز وطلقوا الودنين وبداو كيتصمتوا لينا داك الساعه انا اتفقت معاهم. وحنا بيني وبينك هادشي اللي بغينا بغيتهم نيت يسمعوا اش غادي نفتي على باهم من دوا. مالك علاش كضحك؟ على مالي لا ضحكت اش فيها من عيب؟ وزعما الشريفة انت مولات العقل وكيقولوا الضحك بلا سبب من قلة الادب. لا 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 انا كنضحك حيت كنت فكرت شي وحدين كانوا مراد بهذا المرض ابو عكزون وكنت داويتهم. وهذا المرض زعما عنده الدواء؟ كاين غير البارح بحال اليوم كانوا شي وحدين ساكنين حدا راس العين ما يطيحوش حيط الله وما يفرطوش في ضيف الله. ولد السبيل الا ما كرموه بالكثير يسكتوه بالقليل. وكان حاكم القبيله واحد الراجل مزيان مزيان مزيان. ولدت ليه واحد المراه ديالو جوج بنيات توينيات ودام ولا مانا مانتو. دار النعيم ومشاو العزايا وتفرقت اللامه وبقى الراجل حاضن على بنياته. عيو فيه القبيلة وشحال عرضوا عليه من عيالات باش شي وحدة فيهم تولد ليه شي وليد اللي ورثوا في حكامه. حلف هو بحلوف ولا حمته وحنات يا بنت المرا عنده ولاد خلات ولا غواته ولا داته. وعاشوا البنات في الفشوش والخنات كبروا في الضل كل شي فضل كانوا مع الدجاج ملي تغرب المغرب يبيتوا. وملي تحد لاجل للراجل ومات نادو هالقبيلة كلهم عارضوا باش ما تحكمش شي وحدة من بناتو. على حقاش كانوا بجوجات مرادات بمرض بو عكزون والراجل ما سمع شي بكلامي ملي نصحته. وباش نصحتيه؟ نصحته يا سيدي باش يضحي بوحدة من بناتو ويطعم لحمها لختها بلا ما تفطن باش تلقى صحتها. الراجل ما تاقش بيا وجرى عليا وكان ما كان داز الزمان والراجل مات وما جاش يا سيدي يكمل ثلاث ايام في قبره حتى نادو هالقبيله كلهم واتفقوا باش يقتلوا البنات. على حقاش ما رضاوش بهم يحكموا عليهم. ايوا سمعت واحد الخاتم الخبار وجات البنات علمات وهرباتهم من واحد طريق واحر كله صخر وشجر وقصدات بهم واحد الغار. الجهد اللي ما يلقاو ليهم هالقبيلة أطار. إيوا كان الطريق صعيبة وكان الحر وواحدة من البنات تجرحات وبقى الدم كينزف من قدمها. عيات الخادم عيات عيات الدوي فيها ولا بغى يكف داك الدم. وملي وصلوا للغار سيدي الدرية تغاشات وطاحت وبقات كتنزف حتى ماتت. ونادت الخادم بدفين الميتة تكلفات غير بوحدها لحقاش اختها كانت معجازة ما نادت ما هاونات. بقات غير كتبكي وكتشوف. وملي طاح الظلام ونعسو الخادم تفكرت كلامي وهي تنوض خزنة كتسلت مشات للقبر وحفراتو ولحم الميتة قطعاتو ودارتو في واحد القدرة وطيباتو. وفي الصباح الختها وكلاته. وهي كيف ولات؟ غير دقت لحم اختها والدرية توقضات
وصحات وعفرتات، ولات غير الى حنحنات او صغلات البهيمه تشفل والراجل تحشور كبير وخا يكون قدو قد جمل. هي ملي كلات لحم اختها تشافت من العجز. هيا سيدي، ورجعات بنت الحاكم لقبيلتها وفدات دارها وردت دقتها وحكمات ولات لا كلمه فوق كلمتها. انا ولادي محال واش يكونوا مرادين بحال بنات الحاكم، حالهم خلعني وقيل مفوتين. لا 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 لا، راه هذوك هما ولاد الغيال اللي كيكونوا مطاردين، واخا تلقى كتافهم قد البغال كتلقاهم على العجز معندين. غير السريط والمريض لساناتهم ماضين والدرع قاضي. ديما من حسين نقيروا الغيط ولاد الرضا زعما يا حسره، ودايرين شغل مساخط ديما على العناد مضادين. ودابا ملي عرفنا داهم اشنو هو دواهم؟ الله يرحم الوالدين. ما غادي يعرف دواهم غير مولاهم اللي خلقهم ورزقهم وعارف حالهم، وهما على كبه من الشيب معولين. عييت معاهم نضلوا نبات نحتت فيهم والو الشريفة. ما غادي تبدل حالهم حتى يصيل الدم وينقص واحد منهم، عاد دوك الجوج اللي شاطوا على الموت يتوقدوا. واش لا الشريفة ما كاينش شي حل اخر؟ ايوا هذوك الاولاد اللي غادي يبقاو عندك انت شفايا العديان، خصك انت اللي تصفي حساباتهم وقد ما تحجم الدم الخاسر مزيان. هي ولا بدا ما يموت واحد فيهم؟ ايوا المكتوب ممنوع روب. وعلاه ما كاين حتى شي حل اخر اللي يصلح ليهم بلا ما ينقص حتى واحد فيهم؟ وهي لنفضوا العجز عليهم وداروا الخير في روسهم وقفضوا على دراعيهم غادي يشمروا ويتمروا ويحملوا ويجملوا. وليله لقى الراجل ناعس وكيكمع، درت راسي تحنا ناعسة وبقيت حساسة الليلة وما طال. ويه خفت لي صفيوها ليا. ساعة طلعت فيهم الغشام طاقوا بكلامي وشد فيهم. دابا الزهر ليكم في هاد الشي بانية. أنا عرفت القضية فيها خلة من اللي حطات رجلها هنا. من بكري وانا كنسمعهم كيقولوا باللي المرا شيطان، واليوم زدت تاكدت منها. والله خوتي لا بصح، تخيلوا معايا بانا اللي كان حنين فينا واللي عمرو ما ضرب شي واحد فينا ولا خسرنا خواطرنا عاد باغي يقتلنا. اما راكم اصاحبي كتزيدوا فيه، راه بغى يذبح غير واحد فيكم. ايه واحد فيكم، وانت؟ انا اخوكم الكبير، والكبير هو راس الحربه وهو السالوت وقت الغيبه، وانا الصغير اخر المصران والصغير ديما عزيز. وزيدون الوالده الله يرحمها اما الصيا عليا، وحتى جدي داعي فيه باش ما يخسرش ليا خاطري. اشنو زعما خليتوني غير انا؟ ها باغيين تقتلوني وتذبحوني وتاكلوني يا الغداره. ما بعد انت لا ذبحناك فك ميتكال. ايوا سيادنا با ما غاديش يفرط فيا، على حقاش نتوما عمركم ما عاونتوه؟ مازال انا كنت سرحت ليه ديك المره، ومازال عنده فيا الرجاء تكون مني الكاينه. اش من كاينه الله يهديك؟ انت دوك البهيمات اللي كنكسابو مشيتي ديتيهم للدياب تزرد عليهم وخليتي على الزريبه. واخا سيدنا والحمد لله اللي ما غيتشاورش معكم. يا قالت لي الشيبانيه غادي نضربوا العود، هذيك الساعه غادي نشوفو قليل الفايده تخرج فيه. اجيو علاش اللي ما نتعشاوش بهم قبل ما يفطروا بينا؟ تعشاو كيفاش؟ الليله القتلوا ديك الشيبانيه مجبد البلا، احنا قتلناها كاع. راه با غادي يكمل داك الفتيه اللي فتات على داك الشيبانيه وغادي يذبح واحد فينا. نقتلهم بجوج. تخوت الوالدين باغي تقتل باك؟ شكون اللي يخدم علينا؟ مال هو باغي يقتلنا؟ واش غادي دير؟ طفي داك الشمعه وتخمد رقد. اطفي انت نيت عباس. عباس
طفيت في ديك الشمعه وراه انت قريب لها طفيها. راه انا اللي شعلتها، باغي تزيدني خدمه اخرى؟ نحيد الغطاء ونوض تاع الميده ونطفيها ويطيح عليا الظلام ونرجع تاني للغطاء بزاف. والله يا صاحبي الا نتوما معاكيز وتستاهلوا الذبيحه. كلشي انت. انا عارف اش غادي ندير وغادي نبدا من هاد الليله. ونفضوا العكاز عليهم زعما. وبداو بطفيان الشمعه وما جاي صباح الصباح حتى كل واحد فيهم حتى على عتله ولا على فاس وسبق ببال الفدان. وجاب الله الشفاء على يديا. من دارة بنيتي ولاد همو يترزنو ويتعقلو ويرمو الصواب. وكيف قالوا زمان الحيلة حسن من العار، وانت امي من انا كنت حيلة وسباب. وياك دواهم بعدا ما تصاب لا الطبيب ولا عاد عشاب. ايه هما كانوا كيكذبوا كيتعكزوا على باهم وما دواهم غير كذاب. غير بحسبك بنت ناس دابا انا وليت كذابه. هو غير كديدي بامي من انا شتك تقلقتي. ايوا انا فاش تقولي لي معجزه كاع ما تقلقت ودرتي مني قصه وحكايه. هاش امي من انا ايوا ولاد همو داويتيهم كذبه وانا باش غادي تداويني بالكذوب حتى انا. لا 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 انت معايا جيزة وطميمية وانا غادي نطمعك باش نداويك. ايه غادي تطمعيني بقصيبة للعوينتي وفي الاخر ما لقى لا قصيبة لا عود يا كمي مننا. ولا تقيدي عليا مقال هادي راه غير عبرة ومتال وبلاد همو منهم عداد. وحتى انت يا شيبانية الكديديبة منك عداد. هاشي ما حشمتيش انت شيبانية قد هكو تتكذبي. شبيني وبينك بالكذبة رمامينة، شبيني وبينك الكسيرة كتبرقي فيا. ما بقى لي يقول كلام الحق باز ما كتحشم. ها يا بنتي يا عين هادك المعايزة دابا اللي قدامك كتدور عويناتها راه ناشفة من اللحية. كانت باغية حاجتها مني وتضل تناقر معايا وتمعز فيا انا قد جداها. اما انت ظريفه الشيبانيه. ايوا بعدا الا بزداك الله هادشي اللي عاودتي لها هنا راه بينك انت الظالمه ماشي انا. ودرك نوريك الهضره. لا تثقي بها هنا راه غير تقضي حاجتها فيك والله لا شفتي من عندها القصيبه راه ما فيك قلبها رحمه. واجي نعاود لك باقي مازال اش كانت دايره فيا. يا مولانا نودي نودي هذيك معيزة نودي نودي نفدي العجز. واخا واخا من انا انا نعزل شويه شويه ونوض دروك. نودي راه الشمس في السماء 12 ساعات نودي العشية تعشات نودي تقعدي. واه صافا تي نودي تي نودي باش بغيتي مزيان تبارك الله. تفيقي فيا لحقاش من المغرب ديال البارح وانتي نعسه كتشخري ومخليانا انا يا ريقينا جبت نخبر ليك. ايوا بنيتي اللي بغى الزين كيصبر الخريق الودنين وكيقولوا اللي بغى العسل كيصبر القريص النحل. انا خفت غير لا نبقى نصبر لك قريص النحل وخراق الودنين وفي الاخر نصدق لا عسل لا زين. وديري النيه رميمينه بنيتي ديري النيه راه هذيك قلت النيه اللي فيك راه هي اللي غتخرج عليك. وعافاك امي من انا لما تلقي لي القصيبه خلاص نفخ فيها ونقول عيط لك على العوينتي توصلني عند سيد المير وتما نكمل خبرتي. وتما بالك يا بنتي مع القصيبه باتي تحلمي بها ياك سيد المير باغا تمشي عنده وتخبري عليه وامك من انا ما باغاش تنسيها. ولا امي من انا راه غادي نلتيك معايا
وتعيشي في قصر ديال المير وتفرشي ريش النعام وتغطي بالحرير. ياه ها امي منانا ويكون عندك الخدم والعشم. بصح رمانة والله امي منانا ما كان كذب عليك. هانتي هانتي شوفي. بلا ما نشوفك بنيتي انا راه حافظاك وعارفاك وشاربك ما ويلا عطيني الكسيفة نفخفها باش شوفي واش كلامي كذب ولا بصح. دفع عندي بالكرم ويمينة انت اللي شاطرة وفاهمة وعارفة وانا ما فاهمة ما عالمة. وسمعي بنيتي كون بغيت انا عيشت القصور كون راني انا نفخت في ديك القصيبة وعيطت على عويندي وديني عند داك سيدك المير ونتمكن منه ونعيش حداه. راه واخا عندك القصيبة انتي راه غير امي من انا اما سيد المير بغار مانا انا. دابا قولي ليا سيد المير بغار مانا وانتيا بغيتي القصيبة. امي من انا هيا القصيبة ها هيا شتيا هيا. ايوا رميمينا كي جيت ميمنانا عافاك امي رمانا الا ما امي منانا الا ما رجعي كيف كنتي. ايوا شفتي الا بغيت نمشي عند سيدك ساحة الليل شكون اللي غادي يحبسني؟ انا اشنو ها بغيت نقول لك امي منانا حتى شي حد ما يقدر يحبسك وصافي يلاه ديري اللي بغيتي عافاك عافاك رجعي كيف كنتي ورجعي امي منانا. ايوا سمعتني يا رمانة غادي ديري ليا اللي بغيت وبلا ما تشافيني صافا امي منانا ولا تندري لك كاع داكشي اللي بغيتي غادي نعجل ليك ونطيب ليك ونشقى عليك اللي بغيتي وتخبري ليا ونخبر عليك واخا ونفلي لك راسك حتى يطيب نعاسك غير رجعي امي منانا وما تمشيش عند سيدي تحت الليل وتخليني هنا بوحدي. وحنا غادي نشوف. ايوا شفتي يا بنيتي يا رمانة انا راه نيتي مزيانة غير انت اللي نيتك خايبة وناوية على الغدر. انا امي منانا بلا ما غير وكان تخنقت انا. تخنقتي ايوا بنيتي لا تخنقتي هالباب محلول خرجي ودخلي كيف بغيتي ولا مشيتي تهربتي راه غتكوني خسرتي كل شيء وعمر داك سيدك ساحة الليل عليه لا طحتي. صافا امي منانا والله ما غادي نهرب وغادي نبقى نخبر لك حتى تشبعي وقت ما بغيتي على خاطرك عطيني قصيبة نفخ فيها ونمشي عند سيدي ساحة الليل. ثاني القصيبة واخا هاتي القصيبة نعاونك امي منانا. لا لا خليني يا بنتي كذب شغلي. يلا نخرج نشوف ودو صيدي ربي واخ هكذا سعدات الليروة وفهم كلام القدام. رمانة وبرتال رمانة وبرتال سا وحديت وحديت واوا وشلا كلام سا وحديت وحديت واوا وشلا كلام حكمة ومثال
ومزال ما مفودة في الواح احنا نسمى بقلام ما مفودة في الواح احنا نسمى بها زمام.